عشان في حاجة مهمة جدا أخيرا لازم نعلق عليها، الفيديو التاريخي اللي احنا شفناه على كورة بلس بشكل حصري، يعني خروج صلاح من الملعب والزجاجات اللي قعدت تترمي عليه والحاجات اللي قعدت ترمي عليه، حاجة مؤسفة. واللي زعلني ان الناس مستكترة ان يبقى في ناس بتحمي صلاح وبتخرجه بشكل آمن لغرف الملابس، لان المنظر انا مش شايفه طبيعي ولا شفت اي، عشان في ناس بس بتقول ما شفناش ده بيحصل مع رونالدو، ما شفناش ده بيحصل مع ميسي، ما لان ما حصلش كده مع رونالدو وميسي بمنتهى البساطه، بس ما حدش اتضرب عليه كل الضرب ده والناس نزلت له الملعب. يعني انا طبعا قبل ما نكمل انا بشكر زمايلنا كتير جدا على المجهود اللي عملوه في الفيديو، شغل رائع بصراحه، سواء عبد الرحمن جمال او محمد العزالي، يعني هايلين هايلين ان هم يعملوا وقت التغطيه ده بالشكل ده، فبشكرهم جدا جدا. ولكن يعني انا مش قادر بجد اوصف يعني الفيديو ده، يعني الناس بتتكلم عليه ازاي. لا طبعا، لا طبعا. يعني بص، يوسف محمد داخل في الكومنت بيقول مش شايفين ان احنا مأفورين في موضوع عنف جمهور السنغال؟ دي طبيعه الجماهير الافريقيه انها طبيعتهم كده. انا بقول لك لا يا يوسف، انا شخصيا حضرت مباراه مصر ونيجيريا في نيجيريا في كادونا، وكنت قاعد في وسط جمهور نيجيريا ما كانش فيه تامين، كنا بنلعب في ملعب اسمه احمدو ابيدو، ما كانش في العاصمه ليجوس، كان في كادونا، والملعب بيشيل 30,000 متفرج، اللي كانوا حاضرين 45,000، لدرجه ان كان في اكتر من 7,000 متفرج قاعدين على التراك تحت. وساعتها قوات الشرطه جت قالت لنا انتوا مش مالكوش مدرج، هتقعدوا في وسط جماهير النيجيريه، وكنا قاعدين في وسط جماهير النيجيريه، وصلاح نفسه خطف لنا هدف التعادل في الدقيقه 93، محدش تعرض لنا بحاجه، محدش تعرض. وعلى فكره التصفيات دي احنا صعدنا على فيها بيها كاس امم افريقيا 2017 على حساب نيجيريا، يعني احنا صعدنا على حساب نيجيريا في تصفيات كاس الامم الافريقيه دي على حساب نيجيريا. وهناك انا بقول لك انا كنت في الملعب، انا طبعا انا مش قصدي حاجه، استاد القاهره كان متقفل في ماتش، لا هو بيتكلم على جماهير افريقيا عامه، وان الدنيا في جنوب وغرب افريقيا كده، ده معروف انها شمال افريقيا هي يعني اطلاقا. بالعكس انا بقول لك، انا شفت والله العظيم، انا فاكر الراجل اللي جنبي نيجيري وجابوا هم الجون فرح وبسط جدا، احنا ده جوال جدا جدا الراجل بعد ما احنا جايبين جون في الدقيقه 92، فانا قمت هيصت انا والبعثه الاعلاميه، كنا كام 14 15 واحد يعني، اصل احنا شفنا الكلام ده كمان في 2019 ولا مسنا نفسنا يعني، يعني وتعاملنا مع كل الوفود الافريقيه ناس في منتهى الرقي والاحترام. راجل سلم عليا وقال لي كونجراتيليشنز، وقابلك في اسكندريه كان ماتش بعدها في برج العرب. يعني لا لا يا يوسف، الوضع في السنغال كان استثنائي، وانا بحمل ده لاليو سيسي، هو حر، هو راجل كسب وراجل اللي هو عايزه عمله، لكن تصريحات ان انا مش عايز ناس ببدل وعايز ناس شرسه وعايز بص، ما اقدرش الومه لانه بيدور في الاخر على مصلحه بلده، عارف طبعا، وما اقدرش اقول ان هو اتصرف غلط مع مصر اللعبه اللي هو يعني، فبالتالي لا لا، الموضوع انا بالنسبه لي كان اوفر جدا من الجمهور السنغالي، ما كانش فيه حمايه، الراجل ده واحد من احسن 3 4 لعيبه في العالم، فالطبيعي ان هو يحصل معاه كده. اتمنى ان محمد صلاح في ليفربول لا يتاثر.